انا واثق جدا زي ما كل الناس واثقه وكل الداعمين للاهلي واثقين وكل الجماهير الاهلي واثقه واثقين جدا 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 في حسن الاختيار في كمجلس اداره برئاسه كابتن محمود الخطيب بالجهاز الفني باللعيبه اللي موجوده وهي محتاجه معاها ناس تانية ومحتاجه لعيبه ترجع مره تانية بس رجوع لعيبه واضافه عناصر تانية يعني وجود لعيبه موجوده في الوقت الحالي عادي موجوده اصلا وتاريخهم زي الفل وتمام التمام وهايله ولعيبه راجعه من اصابات وتدعيم قادم فانت كده بتشتغل على ثلاث محاور جايين باذن الله وجايين بشكل كويس باذن الله والتعامل يبقى كويس جدا ان شاء الرحمن لكن كنت حابب جدا اتكلم في بكره واتكلم في اللي جاي عشان اللي جاي عنده كتير اكتر من اللي رايح موسم 2018-2019 لو هو فيه 7 بطولات راحت منهم بطولة بطولة كانت غالية لكن فيه بطولة تانية بشخصية الأهلي بقى بعقل الأهلي بتفكير الأهلي احنا مش هينتهي مش هيجي علينا رمضان غير واحنا أبطال أفريقيا لأن بطولة أفريقيا هتخلص في مايو اللي جاي فنعيد واحنا أبطال هو ده العهد اللي المفروض تاخدوه وهو ده العهد اللي المفروض يبقى موجود واعمل اللي عليك ما ممكن تبقى حاجة رهيبة جدا في الملعب وربنا مش موفق خلاص بس انت وانت بتتفرج مقتنع وانت بتتفرج يعني شايف اداء وجري واحتكاكات واشتراكات وتلاحم وقوة وسرعة وانقضاضات ورغبة ووش يعني مرسوم عليه 111 كده في التركيز ومية مية وتمام التمام لكن ربنا مش موفق خلاص دي الكورة انتهت فعشان كده بقول لحضراتكم دايما دايما وانت بتتفرج بتتفرج يقول لك رغبة المصري وتحديدا الأهلاوي رغبة ما شفناهاش مثيل رغبة بروح هي روح الأهلي هي روح الأهلي ما سمعتش ولا شفت في حياتي لا خارجيا ولا داخليا حاجة غير روح الفانيلا الحمراء روح الفانيلا الحمراء ما لقيتش أبدا روح أي فانيلا تانية روح الفانيلا الحمراء هو ده اللي أقدر أحاسبك عليه كانت مقدمة لا هي طويلة ولا هي قصيرة لكن مفهوم وطريق لازم نمشي فيه بإذن الله فاصل